تعالوا بقى ندخل بقى مع حضراتكم في موضوع حلقتنا النهارده. امبارح طبعا كلنا اكيد تابعنا من خلال كل وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ردود افعال جماهير النادي الاهلي المختلفه حول حظوظ الفريق في الفوز بالدوري. طبعا يعني في كلام كتير قوي ممكن يتقال في هذا الاطار، بس انا عايز اقول لكم ان يعني اللي انا هقوله ده مش عارف هتتفقوا معايا فيه الى اي درجه، ولكن انا من الناس اللي بتشوف ان الفريق البطل هو هيفضل فريق بطل، فاز بالدوري او ما فازش بيه، فاز بالكاس او ما فازش بيه. احنا بنتكلم على فريق بطل بالمعنى الحرفي للكلمه، ولازم كلنا يكون عندنا ثقه في هذا الامر، ثقه في انه فريق هيفضل بطل الى النهايه سواء كسب بطوله الدوري او لا. هو بطل، بطل لانه حامل لقب دوري ابطال افريقيا بدل مره مرتين ورا بعض، وبطل للسوبر الافريقي، ده غير انه حامل لقب بطوله الدوري اخر خمس مواسم متتاليه. فالنغمه بتاعت فقدان الثقه مش لايقه على الاهلاويه بشكل عام، لان هي ابتدت تظهر شويه بشكل ملحوظ في الفتره الاخيره، وده يعتبر مؤشر مش ايجابي خالص لفرقتنا بطبيعه الحال. يعني ولو رجعنا بالذاكره لورا هنفتكر ياه عشرات قولوا مئات قولوا الاف التحديات والصعوبات الكتير قوي اللي مرت على النادي الاهلي وتخطاها بثقه وبنجاح، لا لشيء غير لكونه فريق بطل. طب انا هقول لك على حاجه، يعني عشان ناكد كلامك برضو، بما ممكن حد دلوقتي يقول يعني امتى وحصل ازاي، تعالوا نروح لموسم يا كريم 96 و97 تحديدا مثل. لما حضراتكم تتذكروا معانا وصل يعني الفارق وقتها بين الاهلي والزمالك تقريبا 13 نقطه يعني حسب ما انا متذكره، وانتهى وقتها كان الدور الاول واحتفل كمان المنافس وقتها بلقب الدوري. تقريبا كل يعني وسائل الاعلام قالت خلاص، والصحف وكله تحدث ان الاهلي خلاص كده خسر الدوري. في الدور الثاني بقى كان في اجتماع، واعتقدش في حد من الاهلاويه نسيت، اجتماع كان شهير جدا مع المايسترو صالح سليم ولاعيبه الاهلي، كان موجود على اليوتيوب على فكره اللي عايز يعني يشوفه اهو زي ما حضراتكم احنا بنحاول نعرض، وهو موجود برده على اليوتيوب. قال ما تركزوش غير في فوز الاهلي وبس، بالنسبه للحكام قال لهم احنا خدامين الحكام، احنا دورنا في الملعب وبس. وقبل نهايه الموسم بماتشين او ثلاثه كان موعد مباراه القمه، والفارق اللي كان 13 نقطه بقى نقطه واحده بس، وكسب الاهلي 3-1 يا كريم، وبعد كده كسبنا الماتشين الباقيين واخدنا الدوري. مثلا اهو ده على سبيل المثال يا حضرتك، احنا بندي بس ايه حاجه من التاريخ كده بنقولها. طب بقول لك ايه، انا هزيدك من الشعر بيت. الموسم اللي قبل اللي فات يا حضرات، الاهلي كان بينافس الزمالك وبيراميدز، الدور الاول خلص وترتيب الاهلي وقتها كان في المراكز الاخيره، وسمعنا بقى كلام من عينه يعني على السوشيال ميديا لا لهبوط الاهلي وحاجات زي كده كتير، يعني في روح انهزاميه او تعالوا نسميها حرب نفسية على الفريق. مع بداية الدور الثاني ظهرت الانتفاضة الأهلوية المعهودة، مكسب ورا مكسب ورا مكسب لغاية لما وصلنا لنقطة النهاية وإحنا أبطال الدوري قبل نهاية المسابقة بمباراة القمة اللي لعبناها وكسبناها 1-0 مثلا. انا بتفق معاك، خلينا نلخص هنا اللي عايزين نقوله انا وكريم، يعني ان لازم يكون عندنا ثقه في الفريق يعني، واكتر من كده بمراحل كتيره جدا، حتى لا قدر الله لو احنا قلنا وما ارادش ربنا اننا نكسب بطوله يعني في اي وقت، ده لازم تعرف ان الاهلي، ولازم كلنا نبقى عارفين ان الاهلي يعني ما بيستناش اكتر من شهر شهرين ويكون بطل تاني ويرجع تاني على منصه التتويج. فهي كده الكوره، ودي كره القدم زي ما احنا بنتكلم، وزي ما حضراتكم برضو تابعتوا الكرة العالمية، مفيش فريق حتى ولو كان بطل لمواسم كتيرة بيفضل يعني البطل على طول. احنا ليه بنقول الكلام ده؟ احنا مش بنسبق لحاجة على فكرة، ان شاء الله احنا الدوري بتاعنا بإذن الله يا رب، احنا ده اللي بنتمناه، دي الثقة اللي عندنا، ولكن برضو لازم نبقى فاهمين ان كرة القدم مكسب وخسار، ولكن برضو احنا عندنا ثقة في فريقنا، وبإذن الله نحافظ على اللقب، مش نستعي احنا هنحافظ على اللقب بإذن الله.